فلومينينسي تقريبا كان قابلنا معاه سنه 61 او 63 اعتقد، كانت مباراه وديه هنا على استاد القاهره واتغلبنا 2-1، كان ساعتها محمود الجواري وصلاح سليم. لا احنا فزنا عليه قبل كده وطارق سليم تقريبا. لا ده انت كام؟ 62؟ ايه ده زمان قوي. لا خش معايا قدام شويه. اطلع لقدام شويه. خش هتجيبك، خش هتجيبك. مش فاكره سنه كام بالظبط، بس لا ده ما كانش بعيد. لا لا لا، لكن احنا لو اتكلمنا على مستوى مباراه بكره ان شاء الله، النادي الاهلي كبير يا جماعه. كبير بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بتعامل مع كل مباراه على حده، مع كل بطوله على حده. هو ده الاهلي اللي كان بيلعب في الدوري المصري اول امبارح خالص، او مع مدياما. انا ماتش مدياما ده مضايقني خالص، مش قادر انساه والله. ولا ماتش انج افريكانز اللي انت تعادلتي فيه 1-1، يعني كسبانه 1-0 وتيجي يا كريم في اخر دقيقه يعني بتتعادل وبتطلع برده انت يعني خلاص، والجماهير واقفه في المدرجات. طبعا رصد الاعلام هجوم بعض الجماهير على مارسيل كولر، الراجل واقف في الملعب. ايه ده؟ ايه يا جماعه اللي بيحصل لي ده؟ انا فجاه كده بقيت اتهاجم من الشكل ده، ده جايب له 5 بطولات يا ابو منين، ده جايب له 5 بطولات. الموسم اللي فات النقطه اللي سالتك فيها نهاوند من شويه فعلا تستحق ان احنا نقف عندها، لان بقينا بنشوف ان احنا بنحكم وبنقيم بالقطعه. لا انا عارف عند الحته دي، لو القطعه عجبتنا بنرفع صاحبها اللي هو طبعا كولر في الحاله دي سابع سماء، ولو القطعه مش على هوانا بنشكك في جدوى وجوده وبنطالب برحيله. لا هو إيه للاسف ده؟ احنا عودنا، بص الشعب المصري الشقيق اتعود على حاجه حلوه قوي، حاجه جميله جدا يعني، وبعضه بلاش كله عشان اكيد يعني بعضه طبعا، بعضه طبعا اتعود على ان هو يحاسب ويحاسب بالقطعه، ده تعودنا والاعلام عودوا على كده، وبعض الانديه وبعض رؤساء الانديه المحدودين عودوا النادي انك انت تتعامل بالقطعه، وانك تتعامل بالمباراه، وتعامل اللعيب بالمباراه، وتعامل المدير الفني وتحاسبه بالمباراه، ممكن تفسخ عقد عشان مباراه، ممكن تجيب مدير فني جديد عشان مباراه. دي مش ثقافه يا جماعه تماما. النادي الاهلي لا يتعامل بمثل هذه الثقافه اللي انا اعتقد ان هي ثقافه يعني اداره ساذجه، إدارة لن تنجح، إدارة ستفشل، وده شفناه على مستوى أندية حتى كبيرة إلى الآن، مش هنذكر أسماء، ولكن لما تيجي تبص على ثقافة النادي الأهلي ومشواره وتاريخ النادي الأهلي، النادي الأهلي بيصبر قوي، بيصبر لحين اختيار مدير فني كفء، ولو شعر بأن هذا الاختيار يعني مش في محله أو مش في مكاني، مش في مكانه، بيصبر على لعيبة كمان في بعض الأحيان على فكرة. صبر على فلافيو قد إيه لحد ما أفضل مهاجم في مصر، صبر على عصام الحضري قد إيه يا جماعة وهو حارس مرمى وأصبح السد العالي، وعلى بيرسي تاو بالمناسبة، وعلى بيرسي تاو كتير جدا، وعلى مودست، وعلى مودست، وعلى حسين الشحات كمان بالمناسبه، لحد ما رجع بقى حسين الشحات واصبح يليق بارتداء تيشيرت النادي الاهلي. ولكن للاسف المحاسبه بالقطعه هنا بقت زياده، الصوت العالي بقى كتير، ان انا لما احب اهاجم عشان يتقال اسمي، انا سامح سمير هاجم كولر، سامح سمير هاجم النادي الاهلي، سامح طلع في قناه كذا وقال كذا، ركوب الترند بقى صعب، الهجوم بقى صعب.